يعلي شينكم ويثبت برهانكم، يعطيكم الهيبة والمال بالويبة. إن شاء الله أنتم ما تخلطوا والرسول يبارك. اليوم عقاري فات عقارهم بالله هكا ولا سي فؤاد هكا يا سيدي، نحيتها من البلاصة وقعدتنا باش نقدم. وأنا نقول ويني؟ ليه يزينا يزينا الثلاثة بفعيلهم كل واحدة توصي أختها. يزي وخياتك راهو هكا توا. أيا يزينا، أنا مش نقول للسادة المشاهدين على سلامتكم ومرحبا بيكم، ويا سادة يا مادة يدلنا ويدلكم ربي للخير والشهادة. أي. إن شاء الله ديما ملمومين وعلى الخير مجتمعين. أما أنا نشم في ريحتها. أنا نشم في ريحة ريق. ما نعرفش. زعما. هيا كيفاش نعملوا توا؟ هيا أنت بديت تكمل. هذاك حد اللي العرف اللي عندي. كيفاش باش نعمل؟ لا إله إلا الله. وكيفاش تحب تعمل؟ أهيا. وكيفاش تحب تعمل بلاش بيا؟ هيا. ها؟ هيا. خديت البلايصة؟ يا بردك خديت البلايصة؟ يقعد غادي يقعد غادي. ها؟ بردك خديتها؟ أيا مرحبا بيك. وريني إيش تعمل أي؟ أيا مرحبا بيك. سيبني ما جيتش. لا ما جيتش ما جيتش. قدم أي. سيدي فؤاد صباح الخير. نهار قديم نهار حليب. أي. ونارك زبده وشاميه وربي بعد عليكم كل ذي. اي وني عسلامه امي وعسلامه بابا. والله خليت بلاستك. أي ربي فضلك خويا فؤاد. يتغشوا عليا بالحق. ربي فضلك. اي لله عسلامه امي عسلامه بابا عسلامه تونس يرحم جدودنا فيما خلونا. اما راهو تلفت ما لقيتكش. نلقى خويا. اسمع ما برد لما خذي البلاصه تعرفش قال لي قبيليك. اي. اه طلبني في التليفون قال لي وينك؟ قلت وين هاني جاي. ايه ما نحكي لك شنو قال لي في التليفون كيفاش جي مخر وكل ما باش يرجع عاد. اي مو البارح جا مخر. ايوا هيا توا نرضيكم اليوم الزوز. استر وبعد تعرفش قال لي؟ قال لي توا مازلت تقعد فيها البلاصه هذيك. لا لا هيا هو مش نرضيكم عاد. اي ترى اليوم عندنا اكله بحكايتها وبخرافتها. لا تقطع لنا عاده. تعرفهاش؟ لا الحقيقه نتاع ربي. فيها الكسكسي وفيها الرغيده. المسفوف. خير. كسكسي مسفوف. لا فيها الكسكسي قلت لك. حاجه مكسكسه مالحه ولا حلوه؟ مالنا تلقاني مشيت للحلو. هي حلوه مالها مسفوف. بلي شو الحاجه تجيب بالكسكسي وزمنيه مسفوف؟ مسفوف المسفوف مسفوف. هي. لكن الشيخ داود انت ما تعرفوش. لا. ايوه اليوم باش نعمل لك الشيخ داود. اي وذوق وقل. هيا ايجا شد بلاصه. خليني نمشي كوجين. اقعد قاعد. لا ما عادش تفضل. مرحبا بيك وليد. ربي فضلك لينا احنا نشتهي وانت طيب لنا ونطيبوا في الماكله الزمنيه اللي نشموا عليها ريحه جدودنا. الماكله الزمنيه اللي فينا من يعرفها وفينا من انا مثلا شيخ داود اليوم اول مره باش نكتشفوا معاك الحقيقه. اللورطه البارح اللي جابوها لنا لتراك الحقيقه زاد انا البارح كي كليتها اش حسيت؟ بنينه 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 بنينه. صحه وبالشفاء. والله رحمت على والديك في السحور البارح. صحه وبالشفاء. يرحم والديك. لورته بنينه برشا. مازال عندنا راه مازال عندنا بلغه الباشه مازال عندنا عامه البي عامه البي مازال في بالك هذوما زوز ما نعرفهمش باش نكتشفهم معاك. مازالت عندنا برشا حاجات. مازالت عندنا برشا ماكلات برشا حكايات برشا توارخ باش تراو تونس قديش تعديت عليها من حضارات وقديش تعديت عليها من ناس ومازلنا مستحبين على تعاديتنا وتقاليدنا. مش صحيح اللي يقول لك بدلنا الخطوه، ما بدلناش الخطوه، خطوتنا ثابته، مازلنا عايشين بالعادات وبالتقاليد لتو للزمان هذايا. فما ناس تلقاهم شريطه الثوم ما تتنحاش والفلفل الشايح ما يتنحاش ويقول لك هذايا ورثتها على مماتي ورثتها مماتي ورثتها على امها. الريتم تبدل اي الدنيا ولات هربه بينا اي اما نقعدوا ديما نحبوا الحاجه الزمنيه. ذيك علاش احنا سنين جينا باش نرجعوا هالجو هذايا ونحييوه. ولا علا ولا علا اللي البارح شاف التبسي هذاك عجبه وقال نركز التبسي متاعي على الطاوله. ولا علا اللي تفرج في اللورطه راهو البارح حكى عليها لاولاده وراهو عملها راهو قال لهم اسمع هذايا راهو من تراثنا تاكلوا وتوكلوا. هذا الكل ان شاء الله باش يكون في لمه تونسيه زمنيه على الكيف وتعمل 66 كيف. خويا فؤاد. لله. والله الكوندكتور انا نغزر له. أي. قلت له وحيده منين باش نبدا اليوم؟ خاطر كل شيء فيه مزيان. الحمد لله. عندنا فيه الساعه الفيتير الروبورتاج احنا نقولوا اللي حضرته ايمان واللي باش يكون فيه الكلام التونسي اللي بعدنا عليه. بعدنا عليه. باش نحكيو زاده على الدار العربي.
فيها برشا حكايات وبرشا اسرار. واش تحكيت حكايات بين كالاربع حيوت هذوكم، والناس خليت موروث بين كالاربع حيوت هذوكم. صحيح. ان شاء الله زاده باش نحكيو عليهم من بعد. باش نحكيو اليوم على السبح. السبح تحسيبك هيك احنا نسبحوا معناها سبحوا ما ادراك. وكان نقول لك ولات بالالكتريك تاع ولا بالوحده بالبيله. اي بالبيله وتعمل هكا وتسبح تك 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 و... هذا كله جايينه جايينه خاطر نحبوا نرجعوا له ونحبوه يقعد في ديارنا، والعاده الله لا تقطعها. على خاطر حكينا على الكلمات الزمنيه اللي انا واحده من الناس اكتشفتهم في فتره الاعداد ما كنتش نعرفهم. صحيح. وقعدت بديده وانا نسال ونعاود وانت تحكي وتخرب. حبينا نوصل شويه من الكوليس نتاعنا للساده المشاهدين. نخرجوا روبورتاج اسمعوا فيه الكلام واسمعوا فيه توانسه تعرفوا ولا ما تعرفوش، طعمتوا الكلام ولا ما طعمتوش، وانا راجعين البلاتو. الفرنجي، عندك فكره على كلمه الفرنجي؟ لا والله ما نعرف يا بنتي، ما عنديش حتى فكره على الكلمات الزمنيه. الفرنيك تاع الحمام كانوا يحطوا بالحطب، يحط الحطب في وسط الفرنيك وواحد. البشمق عندك فكره عليها؟ شنو كلمه البشمق؟ بسمه بشمق بسمق. لا بل وقت كانت في ثم الحمام هذاك هو اللي يعني يجي يحط فيه الحطب باش يعمل سخن الماء السخون في الحمام. والبشمق بشمق بشمق. لا والريحية؟ لا. قرمز؟ لا. لا لا ما عنديش. والريحية؟ لا لا والله كيف كيف ما نعرفش القواعد. قرمز لا قرمد قرمز قرمد قرمز قرمز ما نعرفهمش الحق. كلمات زمنية هذوما. كلمات زمنية وأنا زمنية وما نعرفهمش. ربي يطول في عمرك. يعيشك ربي يفضلكم. باقي نتاع الحمام يسخنوا الماء للحمام قبل وشوشتوا الروس والكرعين وكل. فهمت ولا هذاك هو الفراق. والبشمق؟ البشمق هو اللي يلبس في الساق. الفراق اللي هو يتلهي في الكوشه نتاع كانت بكر نتاع الحمام. هاي. والقرمز؟ قرمز لا. البشمق؟ البشمق حاجات تقليديه هي نتاع الباس. عندي فكره على كلمه الفراقي. شو معناها بابا؟ كلمه الفراقي اللي شوشت الروس ويعمل الهرقمه ويشوشت وعنده في الكوشه. الكوشه هذاك هو. والبشمق عندك فكره عليه؟ البشمق لا. القرمز نعرف. شنو هو القرمز؟ القرمز الاحمر اللي يجي منه شاشيه. والريحيه؟ الريحيه نوع من انواع الريحه مثلا. والورته عندك فكره عليها؟ لا الورته لا. الورته لا على خاطر انا مش غريب عليا الاسم باني انا متماشي في الثقافه الشعبيه. صباح الخير رمضانك مبروك ان شاء الله. العين عليك. عندك فكره على كلمه الفرنقي؟ الفرنقي. الفرنقي. الفرنقي لا. ما عندكش فكره على الكلمات الزمنيه مالك؟ الزمنيه؟ لا زمنيه هذا حاجه زمنيه حاجه قديمه برشا. ربي يفضلك بابا. عشت. الريحيه ريحيه حاجه ملبوسه زي هكا. لا ما عنديش عليها فكره، ما نسمع بها قبل. الورطه؟ لا الورطه لا. قرمز عندك فكره عليها؟ قرمز هي تاع الشاشيه هذيك القرمز يقولوها. شاشيه القرمز هذيك. احمر؟ حمراء. هاي الاحمر. الريحيه كيف كيف الريحيه كما بالبلاصه خدمت بس نفسها. والورطه؟ الورطه والله تنقول لك سمعت بها ما نعرفش انا. والقرمز عندك فكره عليه بابا؟ هو احمر غامق. اي قرمز كيما لون الشاشيه. شي قرمز. رفرف يا علم في الساحه في وطن امن والادب فرحه. رفرف يا علم في سماها تونس خضرة، صورتك نبهاها وبنيان المجد لمجاد نبنيناها. تحية كبيرة برشا لإيمان عبد القادر في العمل الصحفي واسكندر البيبي في التركيب. اسكندر ميرسي بوكو، يفضلك اسكندر. أمين بن أحمد في التصوير. الفيتير خلينا نشوفه
اللي التونسي شو رغم اللي معناتها راجل كبير مرة كبيرة معناها يقول قايل عاشوه الزمن هذاك لكن ما نعرفوش ماش متداول ما بين الاجيال ماش متداول كل سواء معناتها الجيل اللي سبقنا باش يبلغوا للجيل نتاعنا توا ما بلغوش شو كيفاش ساعه ساعه كي تتكلم كلمه يقعدوا بهتين فيها يقولك شنية انت عست توا هكا ساعه ساعه تتكلم كلمه انا هاني مثلا قول قايل برشا كلمات نعرفهم اما مثلا البشمق سمعتها من عندك ريحيه سمعتها من عندك كان لورتا قدمناها لهم البارح وليد أيه. الله يحييك الله يخليك ان شاء الله لورتا الماكله التونسيه الزمنيه اللي البارح عملناها بورقه الملسوقه وعملناها بالكريمه أيه. فما شكون يقول لورتا وفما شكون يقول اورتا اورتا أيه. اورتا فوالا كل واحد كيف اما هي الاصح لورتا انا نعرفها لورتا لورتا اي البشمق شنو هو البشمق؟ اي لا البشمق هو يتلبس قبل الريحيه هو يعني البشمق هو حاجه من الجلد تتلبس كيما 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 تقول انت الصباط مالا خلينا نعاود سؤالي خاطر يظل السؤال مقلوب قل لي الريحيه شنية طيب احنا عرفنا الريحيه باش نعرفوا البشمق ما يسالش على كل حال الريحيه هو حاجه جلد كيما البلغه وهي من الجلد لكن من الجلد الرهيف اللي يلبسوها المشيخه في وسط الجامع في ساقيهم في وسط الجامع ما يعفسوش بها ما يعفسوش بها في الشارع يعفسوا بها في وسط الجامع معناها سامحوني في الكلمه طبعا كاينها كلاست معناها كاينها كلاست لا مش كلاست كيف فهمت جامع مش كلاست بلغه بلغه لكن ما عندهاش نعال من اللوطه ما عندهاش نعال من اللوطه هو على كل حال هاو توا شويه اخر يجيب حذانا عمل فيتوري اي وباش يحكي لنا تو يحكي لنا على البشمق وعلى الريحيه وعلى البلغه وعلى ما عندك بتشوف هو يحكي لنا على الريحيه ويحكي لنا على الريحيه وعلى البشمق على البشمق الفرنقي احنا حكينا عليه حكينا عليها ونقول للتوانسه مازلتوا باش تكتشفوا معنا اي مازال برشا كلام القرمز اللي هو شنو القرمز القرمز قرمز مش قرمز لا مش قرمز لا انا ما نقولش قرمز القرمز عشان نقول اهانه نسالوا احنا تعرف القرمز ما تجيش القرمز باهي سيدي سامحني أي. 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 كل حاجه في بلاصتها الله غالب معناها كي ما يتكلمش وليد تتكلم انت باهي لا انا أي. انا توجعني شو قلت قرمز اي قرمز فؤاد قرمز بيه تقول فينا برشا وليد قلت صلي على النبي اسكت القرمز يا لله هو صبيغه طبيعيه اي نصبغوا بها الشاشيه حتى لين اصبح نقولوا على الشاشيه لونها قرمز والله ما تفهم شكون طلعها اي اي, أي. بشترى لي شاشيه ريت واحنا نحضروا في الحصه اخويا فؤاد قلت لي ريما تركزش يسرع الشاشيه شاشيه توينس الكل تعرفها يلبسوها حتى تو اي بالضبط في وسط الكلمات الكل طلعوا كان الكلمه الخاصه بالشاشيه على خاطر القرمز والشاشيه قرمز راهي تتباع بالميزان على خاطر القرمز غالي برشا قداش تعمل تو الشاشيه المخدومه باليد الزمنيه اسوام هو الشاشيه تو من 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 20 25 حتى لل 200 حتى لل 250 يتفنن تو سيدي وليد عمل شاشيه تو ان شاء الله نجيو بهم عملنا زويز شويشي اسطنبولي باش نرجعوا هكا شويه وعملنا زويز شويشي نتاع باشا فهمتني وعملنا زويز ما كشفيش الباشا نهاري جابيهم وليد كيما شاشيت سيدي احمد بشبي سيدي احمد بشبي اي شويشي كنت انت عندك منها يا وليد انا ريتك مصور في بها عندي اي عنده الخير الكل تعرف تاع واحد نهار يهد عليه هو راقد ما هو كي بدا راقد ما يفيق بحد ما يفيق بشيء يا ولدي لا يعرف لا حصه لا يعرف حتى شيء معذبك معاه تقول انت تجي تفرت لي الدنيا والله نخرج المخبل في كبه نبدا نصور ونهبط خزنت نانا يرحمها يرحمها ما تتحلش دلول على المفتاح حتى انت ما عندكش حق فيها لا ما عنديش حق واحنا نحكيو تويك على خزانه نانا اي وانا البارح عجبتني ياسر دار نانا اي يرحمها اي يرحمها يرحمها اللي تصور فيها وليد وعمل سهريه البنزير من غاديكا اي واللي ان شاء الله بتشوفوها معنا في لمتنا التونسيه خاطر باش نمشيو نتلموا لمه تونسيه بحذا وليد وكنا الكسكسي والبرزقين البيجي وكل مرحبا باش واحنا نحكيو على الديار العربي وعلى الاسرار هذه اسرار البنينه الحلوه اليوم باش نحكيو على الدار العربي على وسط الدار وعلى الدير والماجل وعلى السقيفه وعلى يقول لك
يكلمها من 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 البرمقلي من البرمقلي وكل الجو والشبوبيه بتاع الدار العربي الكل. اجا نهزكم لدار الاسرم. اي انت تعرفها دار الاسرم. دار الاسرم راهي قصر هذا ماهيش دار الاسرم قصر ما نجموش نشبهوا بها الدار التونسيه مش كيف كيف. لا دار الاسرم كي تدخل تلقى فيها زوز درايب. اي طبعا نجيو للدرايب. اي باهي خمشوا نشوفوا دار الاسرم احنا على كل حال متعوا عويناتنا. اي على القليله كي ماهمش كيف كيف متعوا عويناتنا. صحيح لا متعوا عويناتنا. الزيار اللي ما عادش موجودين تويكا برشا. ويني وماشيين وينقرضوا. حتى قبل كان تلقى في 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 نهج الباشا مثلا خمسه سته ديار تو تلقى ثلاثه ديار وان شاء الله يا ربي يرجعوا الاعداد نتاع خاطر شنو هي راهو ترجع جمعيه التراث والبلديه أي. وكل ترجع تتلهي جمعيه صيانه مدينه تونس. جمعيه صيانه نحيوها بالمناسبه ونحيو كامل يرجعوا يعطيهم الامكانيات خلي يخدموا على حاجات كيما هكايا هذيك تراثنا وثقافتنا تراثنا. احنا باش نعطيكم منها شويه دار الاسرم الزمنيه التونسيه الفوندو وانا راجعين. المدينة العربي بزنقيها وبيوتها وقواسها برشا خصائص ومميزات شاهدة على تاريخ كامل. نبدأ بدار الأسرم في نهج تريبونال وسط البلاد وهي نسبة لمؤسسها حمود الأسرم أحد أعيان الدولة الحسينية وأنشأها بين 1812 و 1819. الدار تعتبر من أهم معالم المدينة العربي وتتكون من منزل رئيسي كانت تقيم فيه العائلة المالكة وطبق علوي أو ما يعرف بالعلي واللي كان مخصص للضيوف إلى جانب مسكن ثانوي وعدد من المخازن. أول ما تدخل للدار تلاحظ الزخارف المتنوعة اللي تغطي الأحيوط المستوحاة من الأنماط الأندلسية والعثمانية وحتى الإيطالية. في 1964 صارت الدار على ملك بلدية تونس وولات مقر جمعية صيانة مدينة تونس ونادي الطهر الحداد وين تحتضن حفلات موسيقية وسهرات شعرية تنشيطاً للحياة الثقافية للمدينة العتيقة. هذه واحدة من الديار المميزة في المدينة العربي، المدينة اللي تم تصنيفها عام 1979 ضمن لائحة مواقع التراث العالمي لليونسكو لفردت خصوصيتها في التصميم وجمالية زخارفها وأصالة فنها المعماري. احنا بتاني نخدم وإحنا نحكي ونتفرج خالصين على الخيوط ومازلنا باش نحكيو. سيدي فيتوري نورتنا بيه عايش كنت وياخذ بخاطرك اللي جيت وحدينا نعرفوا اللي تو الزمان هذايا زمان خدمة عندكم والناس تطلب البلغة وتطلب الجبة وتطلب كل ما هو ريحة تونس. مرحبا بك بحدينا بيك عايش من بعد شوية باش نحكيو على البلغة مش باش نحكيو على البلغة المصدعة نتاع تو باش نحكيو على البلغة وقتاش دخلت لتونس الزمنية. اي الزمنية وقتاش دخلت لتونس شكون كان يلبسها شنو الالوان اللي كانت فيها البلغه هذا الكل ان شاء الله باش نحكيوا عليه معاك. اما قبلها انت عشت في الدار العربي سيدي فيتوري. انا ولد دار عربي. ولد دار عربي وتو عايش في الدار العربي ولا نقلت؟ لا نقلت. اما سارة. شبه نسكن فيها ديار جدد. اما الحومه عربي. اما الحومه حومتنا الزمنيه حال خضراء حي الخضراء. اي نقول كله جديد يتسمى سيدي الطيب الله يرحمها. اي اش كانت تقول؟ اي كانت تقول القنادل ضويت باب الدار. اي مزينه فلس ونوار. أي. على خدودها عرسات كبار رخام ومرمر مختار والزنقه زازا وسياح حليل تولات صغار الليله. اي دينا بالحنه ما شاء الله ززنا من الخوخه ودخلنا الله وحده سقيفه وسطيه والمنشر ومن داخل الريحة تعطر وشق وديد وبخور وكسبر متشوق من الجمشي نصبر الله وحد هذه وراها زغريطة يلزم خسارة من عشر زغرت ولا رين عطيتك وراها زغريطة ذي هيا قل لي لا أخذك تكل الحلقون برشا لا وانت بدأ قايد علي عاد انا قلت انت قايد علي هيا قل لي شنية طوالتو هو البارح قال راو كوبلي من الحكاية هذي واليوم هاو قال لكن طوالتو وما يشاوركش وما يشاوركش ما تغشش مسحها فينا اشنو سيدي خويا والمشاهدين تو يقول لك شنو هي الكلام هذا شنو شنو سيدي خويا ما عادش تغششهولي ما عادش تغششهولي ما عادش تتكلم من غير ما تستاذن تقول الدنيا الكل شو الحاله انسكت انسكت طب هو شاورني راه قال لي نقول شويه قلت له ذوق وشوق يا اخي ما خاوني معاودها بلي عاده هكا ذويقه اخرى ذويقه نتاع شنو هي ذويقه كيما الشيخ داوود حفرك فيه خليه ما تغشش روحك باش نحكيو على الديار العربي. اي واحنا قبيله قلنا للساده المشاهدين باش نحكيو على السقيفه. اي اللي الاسرار الكل كانت تتقال في السقيفه ما كانش تتقال في الساله. احاديث السقيفه. احاديث السقيفه. شوف
اسمع راني نقوم راه. أنا سكت. باش يقوم يخرج يخليها لك. الله غالب فمي ما يهنينيش، باش نعمل ليلة العمر. ولا اسمعني شو راني نقوم لكل قلبك. أنا سكت. خوك الكبير وتعرفوا يعملها. ها هكا باش شد مضربي له طيب. برا شد. أيوة. ليه يقول فيس. يسرح. إي عندهم الحق العبيد على الفيسبوك، حاجة كلوف حاجة كلوف حاجة كلوف. وصاوا على الخل. يا وليد وصاوا على الخل. إي عمل ما يقطع المسمار. أنا سكت. ها تهنى تو ما عادش يكلمك. قلنا الدار العربي. أي. والسقيفة العربي. أي. والبرمقلي. برمقلي. والماجر والبير. والماجر والبير. ها؟ والبليون. مالا شنو؟ ها؟ مالا شنو؟ والقنارة. والقنارة. أي. أي. والجرارة. والجرارة. دارنا خير كلها كيك. وكنا نسمع. هذوما بصراحة باش تحكي لي عليهم ما نعرفهمش. أي يا سيدي. أي. نبداو بالباب. أي. والباب اللي بالخوخ. باهي. باهي. وكيف ندخلوا؟ بدنا نلقاو الدريبة. بشوية. أي الباب اللي بالخوخ اللي سقفه عالي. سقف عالي. أيوه. أي. شمعنى سقفه عالي؟ تلقى 7 متر وعلو سقف البيت. العلو نتاع السقف. اي اما تلقى فيه زوز قبيقب احنا نقولوا زوز حلقه. زوز حلق. علاش؟ وساعة تلقى 3 حلق. علاش فما؟ شوف هذاك كان في الخوخه وحيط صغير واثنين زينه كبار. اه لا مش هم زينه مش هم زينه. يا والله ما قوم لك. مش قال ما عادش باش يدخل. مش قال ما عادش باش تكون تضحك له. هم زينه. واحدة يدق بها نساء واحدة يدق بها رجال. وشنو الفرق؟ اي كل واحدة ونغمتها. معناها كي تدق المرأة عندها رنة وكي يدق الراجل عنده رنة. اي موافقوا سيدي فيتوري موافقوا. هذا يكون لا فيتوري ما يعرفهاش. انا نعرفها. لا فات فيه لا مضرب لا فات فيه حتى شيء. هذايا لا تركينت ولا حتى شيء. هما الاثنين حديد. اثنين حديد. اثنين فرد حس. فرد حس. اما تبقينا فما فضل. رنة تعملها مرأة راح تمل 3 ضربات 4 ضربات. وفما راجل قوة هكا القوة نتاع الضربة. لا لا اسمعني سيدي. أي. انت صادق. اما فما حلقة نتاع ماليدا. اي وفما حلقة نتاع البراينية. اي وحلقة الماليدا يكون الانسان. أيوة. اكبر كيف يكون الانسان معناتها كما نقولوا ماهوش ولد العائلة ولا ولد الدار ولا ولد الحومة. صحيح يدق بالشيرة هذيك باش اذا كان فماش راجل في الدار المراه تعرف اللي جايها راه براني. او حتى المراه كيف تخرج راهي ما تحلش تصفق وما تتكلمش. ليه وعندهم كان تتكلم نقولوا ما يخرج حد. ايوه اسمع عندهم كان البرمقلي ذاك الصغير حتى في الباب. أي. يتكلموا من وراه نساء بكري قبل كانوا. شوف لله نساء بكري كانوا حتى كيف يخرجوا ما يتكلموش. اي الكلام ما يتكلموش. أي. يصفقوا. ايوه كيف يصفقوا السيد اللي يسمعهم يتكلم باش تعرفوا اسكو براني ولا ولد العائل. محليكم محليكم يا سي تونس والله. بيت هذا البيت هذه حكايه البيت. تخلناش للبيت باش نلقاو. اي باش نلقاو الدريبه. الدريبه سقايف. السقايف يجيو من بعد. الدريبه هي اللي يا سيدي الدريبه اللي يبدا فيها تقول انت الدكاك. الدكاكن الدكاكن اللي يبداو العلو نتاعهم نص متر ويبداو بالرخام. يقول قايل الدريبه شو يعملوا فيها الدريبه؟ الدريبة يستقبلوا فيها الناس اللي ما همش مالي الدار. يستقبل فيها معناتها رب العائلة يستقبل الناس اللي ما همش أقارب ولا مالي الدار. والله كثر خيرهم. على القليلة قبل كان يقعد يتحدث مع غاد. يعطيك صح. على القليلة كان يدخل. احنا تو من فم باب الدار. الدار مش معمولة ولا ما عينكش باش تقابلوا ولا ما من فم باب الدار ساعات هكا يشقق الباب ويكلموا. على قليل قبل كان فما الدريبه يدخل ويقعدوه على كالدكانه وتبدا بالزرابي وبالحصر ولا يبعث له ولده يقول له قل له مش هوني. قل له قال لك مش هوني. قال لك اسوي المروحه انت مقلوبه كيك هكايا تتمروح ملا كيفاش؟ مقلوبه. لا قلت لك انت كي كاش اسمها ندى ولا شو اسمها باق بوقك والدلال تخل سوقك. والله لا نجاوبه مادام اخوك انت تاخذ لي حقي منه. تو بعد باهي تخليش تو من الدريبه نلقاو السقيفه. قاو السقيفه. السقيفه يا سيدي هذيك راهو فما ساعه فما بعض العائلات يعشيو فيها. أي. شويه يقعدوا يفرشوا الجليد فهمتني ولا ويعملوا القهيوه غادي في السقيفه ويحكيوا الاسرار والدنيا وكالصينيه نحاس والقهيوه العربي على الكانون بالطبيعه. أي.
ويحكيوا الاسرار نتاعهم فهمتني ولا واسرار الحومه واسرار لا وبنت فلانه ولد فلانه سيدي خويا سيدي الغالي او ساعه ساعه تلقى هكا الخابيه المشقه ايه وهكا الغربال اللي مفتق ايه شويه مفتق ايه والحاجه اللي ما عينهمش بها يعلقوها في السقيف يعلقوها في السقيف اي اي ما خاطر يقضيوا فيها ولا اي اي يا اخي يا خويا فؤاد السقيفه ما كانوش يحطوا الميده ويقصوا الخضره في السقيفه اي فما في سقيفه السقيف يا ولدي خلي الراجل يتكلم خلي الراجل يتكلم لا على خاطر سيدي رمضان على خاطر فما حاجات ما تحبوش تذكروه شفت سيدي رمضان احنا ربي باش يثيبنا ثواب صبرنا على 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 وليد فما سقيفه الشتاء ايوه وسقيفه الصيف اي سقيفه الشتاء اللي هي الداخل وسقيفة الشتاء اللي هي البرة سقيفة الصيف الصيف اللي هي بابها يعطي على الدريبة اي كملت انا سكت كملت ما غزل غزل انا سكت اي اي لله السقيفة اي وباش مشهورة باش يقول لك ريت ما وكيفاش حديث السقيفة هذا شنو حديث السقيفة كيف تبدا بحذاها كما نقولوا ضيف ولا ضيفه نقولوا احنا تبدا بحذاها اي يقعدوا كما نقولوا سويعه بحذا بعضهم فهمني ولا في وسط الدار ولا في بيت الصاله وكذا يبداوا يحكيوا تو ساعه كامله هما قاعدين يحكي اما هي العاده تو ما تنحات كيف يجيو مروحين كيف يجيو مروحين يقفوا في السقيفه يقعدوا ساعتين هما يحكي اسمع هذه ما تنحاتش العاده انا قلت لك السقيفه بركه هي اللي تنحات وما زلت الطبع عندي ومن بعد السقيفه شنو نلقاو عاد ها سيدي فيتوري وسط الدار وسط الدار وسط الدار وشنو هي الكلمه اللي قالها لي قبيله شنو نلقاو قلت له انت لهذيك بعد السقيفه ما حفظتهاش انا عندنا دار الفريق عندنا دار احنا أي. في نجل باشا اي سكروها تو تراثنا سكروها اي المخازن اللي السقيفه الاولانيه فيها ثلاثه مخازن اي للكاليس نتاع مالي الدار اللي يسكنوا غاديك اي كاليس اي كالي على اليمين وعلى اليسار مخازن من بعد تلقى مخازن نتاع العولة اي هذه تو مازالت موجوده هي ما طاحتش الدار اي مقابله دار بن قاسم عنا الحق نمشيو نشوفوها وهي تو بنيوها سكروا عليها سكروا عليها سكروا عليها خساره تشبه شويه لدار الأسرة خساره والله علي ما خليناش نصوروا حاجة كيما هكا يقعدوا للتاريخ نتاعنا بعد الكاليسة نتاع الزويل والكروسة وكل شيء تلقى زوز بيوت هما كلهم ايه عبيد ايه نتاع القمح نتاع العولة نتاع ايه مش الكسكسي العولة كسكسي راهو قمح شعير ايه عارفة نتاع الزويل ولا عارفة نتاع العبيد كيف وبعد تمشي وتلقاو قلنا اللي قلت دريبة هذه دريبة تلقاها دريبة ومحصوره هكا في تركينه وكلها ابناك اي وقياس دايره حصيره قياس اي نقول قياس حصيره اي دايره الحيط اي وفما من هنا كوزينه صغيره نتاع نقولوا احنا للهيه بيهم ما نقولوش خديمه عيبه ما اي اي اللي معاهم التعاون فيهم ربي يعاونهم المعينه اي المعينه ربي يعاونهم ربي يعاونهم كيما هما قاعدين يعاونوا فينا اي تاي وكل شيء وبعد وسط الدار وكل بيت بعائله بالطبيعه كل بيت بعائله احكي لي على وسط الدار واحكي لي على كل بيت بعائله قبل كان البو والام معناها لين معناتها ربي يهز امانته تلقاهم وانسين بوليداتهم وكنينهم وسيبهم بالضبط احكي لي على وسط الدار والماجل والبير وكل حكايه اي وكا تلقى عاده فهمني ولا البير ساعه ساعه تلقاه في وسط الدار اي فهمني وتلقى الماجل فهمني ولا تلقاه كيما نقولوا وانت داخل هكا تلقاه على اليمين بكلارك نتاعو معناتها بالقوص نتاعو فهمتني ولا وبك ال 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 ولا بد والخمسه اي بالخمسه والهلال وفوق راس البير اي 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 شنو هي البيت القبليه بجاه ربي؟ قول لنا عن البيت القبليه اللي مقابله القبله اللي مقابله الشمس يا بيه انت تعرفها اللي تزرق فيها الشمس اللي هي بيت الصاله بيت قبليه اي اسمع هذيك شكون ياخذها البيت القبليه؟ البيت القبليه ديما تاخذها بيت لله عاد بيت قبلية أي. أي. ديما ياخذها الكبير ديما الكبير على خاطر تزرق فيها ما تناديش تزرق فيها الشمس ومهوية ما فيهاش ندي على خاطر الديار القديمة الكل فيها ندي مشرها تبدا بيت القبلية بيه؟ تبدا مشرها أي؟ ما تناديش شو نلقاوه شوف توا كلمة قالها سيدي طيب قال كل بيت بعائلة أي هالبيت القبلية هذية تلقى فيها كما نقولوا الأم والبو ومن بعد تلقى الاولاد، الاولاد كيف يكبروا وياخذوا نساء ايش تولي؟ يولي كل ذكر
هو مرته وياخو بيت سو كيفاه يبداو عايشين معناتها عائله معناتها اللي باش ياخو بيت يكون عنده عائله والبو هو رب العائله ما يتكلم مع احد لا تقول لي حتى ولده معرس اسمع لا تقول لي المعرس لا عنده ولاد لا وقت اللي حمحم في سقيفه برك مش كلام اللي تحط المساك تسمع ولاده يبداو معرسين راهو هكا ولا سيدي الطيب يبداو معرسين ولاده وفي حتى بيتهم صغار حتى صغار وين باش يحطهم هو يسكن هو بيدو يعرس غادي اي مقاصر للاولاد للاولاد تلقى مقصوره من هنا ومقصوره هنا مقصوره من الطول نتاعها يمكن 7-8 متر تسمع ما انا مقصوره شنو معناتها اي تسمع انا شي عم نعرفش مقصوره ما 7-8 متر علاش الاولاد ياخذوا المقصوره والبيت شيخ انا قلت لك اولاده اولاده معناها بنيه ولا وليد اللي باش يسكن عنده ياخذ مقصوره والمقصوره شنو هي حكايتها هذه انت عارف شنو نعرفها المقصوره المقصوره نعرفها كيما احنا نقولوا اكل الدكانه اللي بالدرجه تطلع لها يسميها المقصورة لا, 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 لا انا غلطة هو علاش يقولوا قبو ومقاصر القبو هو الوسطاني اي ايه بابا تنسيت حتى بيت راحه فيها برشا حاجات فيها ايه ها باش نقول لها على حاجه انا يعني في بالك لالا فما ديار فيهم حمام ايه ما يمشيوش الحمام عندهم حمامهم غادي ايه هذه جابوا لنا الاتراك فهمتني هذه جابوا لنا الاتراك خلوا هنا 100% راك ريت في ناجر باشا فما 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 ديار بالحمام خاطر انت غزرت كي درت فيش اي شنو اللي جابوها الاتراك فيها حمام في الديار حمام بجنب حمام صحيح. حمام المرمي حمام قريش حمام قريش وفما الاخرين حمام سيدي برك حمام تاع الدار تاع العائله تاع الدار هي فيها قبه فما حمام المرمي انا دخلت لها الدار هذيك ونسميوها دار الحمام اي دار ولا يقول لك هاهم صاحب ولد دار الحمام تاع الدار يحكي عليها اي خاطر فيها حمام اي خاطر فيها حمام ارجع لي للمقصوره قال لك كل واحد من الاولاد ياخذ مقصوره يعيش فيها مقصوره أكبر. كي يعرس باش ياخذ مقصوره هي المقصوره راهي جايه بالطول كيما حكى لك سيدي طيب جايه بالطول لكن شنو جات واسعه مش كيما البيوت اللي نتصوروهم احنا توا توا كيما نقولوا احنا زوز مقاصر يجيبوا دار بالنسبه لل يجيبوا دار زوز مقاصر 7 متر بخلاف العرض فهمت زوز مقاصر شنو تلقى فيهم هالكبر هذا الكل فيه لا ما كيكا كانوا المقصر كانوا كبار يمكن على خطر كي عرسوا ليد ولا طفلة ما هم ليها يحبوا يجي ويمكن باش تلقى وين تستقبلهم بالضبط يمكن بالضبط على كل حال هي من بعد راهي تتقسم هذيك فهمني وتولي فما معناتها فرش بوبلاستين يعملوه فهمني في القوس حجام ويعملوا يريقلوا امورهم شدة حجام بالضبط فهمني وناموسية اي الريدوات يقولوا ناموسية فهمني معناتها تولي عبارة كأني دار صغيرة ظريفة فهمني وشد وين خلطنا اي هكا خلطنا للمقصوره التوا مازلنا ما حكيناش البير شو يعملوا بيها علاش بيرو ماجي الفرد داخل فيها حكمه دايره فيها سر وبيت النافسه وبيت النافسه اي مقصوره النافسه اي ها صحيح كلامه مقصوره النافسه اي مقصوره النافسه تجي لداخل في وسط الدار باش الهواء ما يدوها هي ما تطلعش الهواء وما يصير لها شيء باه مش في الديار الكل تعرفوا مش في الديار الكل هذا تو احنا نحكيوا على الديار بصفه عامه نحكيوا على الديار الكبار احنا اي هو يظهر لي قيس على قاعد يقيس على داره هو يظهر لي قاعد يقيس على داره هو ممكن اه اي دارنا كانت فيها بيت النافسه مقصوره النافسه اه ولذا اخويا فؤاد مش خليك تفهم انت شويه اي خاطر السيد هذا انا ما نجمتوش وانت خوه الكبير باش نقوم وانا نعرف يزي من التسبيل بركه وانا نعرف اللي ما يرجع لكش كلمه ونعرف اللي كتكلم وانت كلمتين شد بلاصتو نبهت عليها او تعرف سيدي خويا اش حب يعمل حب يهز فرضاوي اي على الكوجينه باش ما عادش نسمعكم لراكم وعنده الحق هزوا الفرضاوي اي هزوا الفرضاوي اي راجعين بعد معاك خويا فؤاد نحكيوا على الدار العربي الزمنيه والبيرو الماجل اي وعلى زينتها ورخامها وفينتها وسرها واسرارها الكل بيت المونة بيت المونة يعطيك صحة راجعين للديار العربي بعد شوية راجعين للبلغم بعد شوية باش نستقبلوا سيف الدين الكافي بعد شوية ونحكيوا
على رؤول جورنو اللي متعنا وزهى أفراحنا. باش نحكيه مع الدكتورة خولة جبيري اليوم زادة على عدم العوايد الزمنية، وهي خاطرها اليوم طبيبة مختصة في التجميل، أما عندها الكاسكيت نتاع فيتوثيرابوت تعمل مداوات بالأعشاب الطبية. جبت الطبة، جبنا الطبة، وانت كنت تتكلم فك الفقرة ذيك بالذات. أيوة، خرج عمل به دورة في الفقرة ذيك. الدواء كان ربي سبحانه هو الدواء. أي والحشايش نحكيهم بعد على هذا الكل. الطبة تقول ولا تداوي بالحشايش. نمشيو اللمتنا التونسية بعد شوية، نرجع للمة هذه الحلوة، الوليد ولد البي، الفؤاد الزرلي، السيدي طيب الفيتوري. بعد شوية باش نحكيو على البلغة الزمنية، أما توا خلينا نشوفوا ريبورتاج مع وحيد الغربي اسكندر البيبي. نشوفوهم شنو اللي عملوا رياض الهوام في التصوير. سلموا عليه برشا رياض الهوام. نشوفوهم شنو عملوا مع البليغجي، نجموا رواحهم ما نجموش رواحهم، جابوا لنا تصويره مزيانه ولا لا. وهنا راجعين للبلاتو نتاعهم. رمضانك مبروك، كل عام وانتم عايشين بخير ان شاء الله. نور الدين غانمي، بلغاجي بالسوق البلاغجية، عندي حوالي 50 سنة خدمة ذي قديم. ثم الكونترا كي العربي، هذه الخدمة الكونترا العربي، هذه متاع جبة معناتها تصنع، معناتها متاع جبة متاع مناسبات ويعطي كل شيء. اللون هذا يا اختي يحبوه برشا خاطر اللون السكر ودا نقولوا له احنا. هذا معز من داخل، جلد معز، جلد معز ملوطة نعال، نعال بقري يعملون نعال بقري. كانوا قبل تو مش كيما تو، قبل كانوا يخيطوا خياط باليد، تو ما عادش. كنت تخيط باليد هكا، هذا بقري نعال بقري يتنفخ وتخيط، فهمتني؟ من فوق كانت بوسكاف بقري زاد كيف كيف بوسكاف، فهمتني؟ الأقدام كانوا قبل نعال جلد، تو ما عادش، فهمتني؟ كتب فيها، فهمتني؟ بالنسبة للساعة الحاضرة ذاك الموجود تو، النوع الآخر مثلا نقولوا احنا بلغة هكايا، هذايا بلغة نوع غربي، نوع مروكي، فهمتني؟ هو خدمة تونسية تاعنا، نحن من نوع مروكي بتاع قبل، فهمتني؟ خدمة باهية، جلد كيف كيف، مبطنة بجلد من داخل، فهمتني؟ ثم اللي يعملها قوم، وثم اللي يحبها جلد، خاطر هذايا يعملوه خاطر ما يزلقش، فهمتني؟ وثم النعال، فهمتني؟ زوز أنواع. وثم الصباط العربي نتاعنا تاع بكري، هذا تلبس على الكسوة تاع العروس اللي باش يعرس ولا حاجة، يلبس صباط عربي هكايا، فهمتني؟ هذا تلبس منه بلغة، وحبي تلبس صباط زوز أنواع، موجود في البيج، في الجري، في الأبيض، كل واحد شنو اللون اللي يحب، هو الكسوة نتاعو شنيا، فهمتني؟ أما الألوان اللي خارجة بالكدا بكدا هي البيج هذا السكرودا اللون هذا، وعندك الأبيض، وعندك الجري، بالنسبة هذوما اللي خارجين بكدا تو. وثم الوان اخرين اخضر واحمر، هذوما نتاع ثم واحد عنده كسوه الوان هذه مش خارجه برشا، فهمتني؟ يلقى الالوان اللي يحب عليهم معناتها، فهمتني؟ الصنعه هذه في مناسبات او بلغه كيما هذه مثلا شكون يلبسها؟ يلبسها واحد باش يلبس جبه ولا عروس باش يعرس ولا حاجه، فهمتني؟ في مناسبه، فهمتني؟ مش تاع كل يوم كل يوم، فهمتني؟ وبالنسبه لهذه كيف كيف زاد كيف كيف تاع مناسبات تاع عروس باش يعرس باش يلبس الكسوه السوق العربي نتاعنا، يلبس عليها الطبات نتاعها. تو الكونترا هذه هذه ب 30 دينار تعمل حتى هذه. عندك الصباط هذا يتباع حتى 40. عندك البلغه هذه ب 28 دينار، ب 25 دينار عربي ياخذها. هذوما الاسواق الموجودين تو. شباب ما يدورش بالربط هذا جمله، ما يحبش البلغه جمله. تجيبه باش يخدمك نهارين ثلاثه وما عادش تلقاه. يهرب، ما يحبوش الخدمه هذه. هذه خدمه تاع ناس كبار تاع بكري. الشباب تاع تو ما يحبش. الشباب تو قداش بتعطيه؟ قداش بتخلصه؟ ما يرضالكش. ويخدم هاي الجملة، ما عندوش مخ متاع هذية، فهمتني؟ هذه قبل كانوا يعيشوا منها عائلات، هذه قبل كيما عمك حمدة بتجاني المريشال، عمك حمدة تبقى لها عائلته كل كبرهم البلغة هذه من كونترا هذي، اللي عنده طبيب طبيب والمهندس مهندس والانجينيور انجينيور، ولاده كل ما عنده كلهم البلغة عايشوا. حاب جاموسي أمين سوق البلاغجية، فهمتي؟ تعلمت هذه المهنة على حمدة بن تيجاني، معروف هو المريشان، فهمتي؟ مثل رواية المريشان، هو بيدو بلغاجي،
والناس ما عرفوه، كان في رواية المريشة دوبك اللي ثلاث صغار بتاع الطاهرين، فهمتي؟ هذوك الطبقات بتاع عروسات بتاع فروحات بتاع يلبسوهم في الفروحات وبالمناسبات، البلغة هي ما قعدتش، البلغة هي بيدة، تنجم تقول تطورت شوية وتحصلت شوية، أما ضاع برشا، فهمتي؟ كانت البلغة تتخيط باليد، كانت البلغة يخدموها قداش من واحد اللي يخدموا في الديار النساء، فما البلغة المطروسة وفما البشمار، فهمتي؟ البشمار وحده والتريزة وحدها واللي يفصل وحده واللي يخيط وحده، كانت البلغة تتخيط باليد، فهمتي؟ ومن بعد تترجع نقول واحد ترجع للقلاب يقلبها ويريقلها وترجع للقلفة، القلفة هو اللي يحشاها في القلب ويريقلها ويحطها، فهمتي؟ حتى تشيح، كي تشيح فهمتي تتريقل، فهمتي؟ يقولوا واحنا معناها تتشفر وتتضرب بالسكيتة، فهمتي؟ ومن بعد تتقلع تتفرش وتتعرض للبيع، هذا الكل توا ما عادش هذا شيء جديد ولا توا وتقدم. والمهنة فهمتي بصراحة راهي مشات، الصنعة ما قعدتش، ما تعلموش الصغيرات، ما تعلموش، ما عادش واحد قبل مراه ولا راجل يجيب يقول لك هذا ولدي، فهمتي؟ هذا اللي نعرفوا عنه. البلغه التونسيه باش نسمعوا حكايات اول مره باش نسمعوهم معانا توا على الوطنيه الاولى في لمتنا التونسيه. الكلنا نحبوا نلبسوا البلغه وقت اللي نشريوا هكا جبه مزيانه ولا هكا يبدا قفطان هكا باهي عنده جو، والراجل يحب يلبس البلغه نهار العيد مع الجبه نتاعو. نراوها تظهر لنا معناها حاجه سهله وفي ساعه ما تتعمل. البلغه الزمنيه مش هذه حكايتها، البلغه الزمنيه عندها تواريخها وعندها ناسها مش اللي يجي يخدمها. باش نشوفوا هذا مع سي طيب التيفوري، اما قبلها بربي حبيت انا شكر خاص للباروك. اي على خاطر باروك روم عطانا الديكور هذا اللي يخرج على البلغه، يخرج على الشاشيه، صحيح، يخرج على الجبه. وكيما باش نحكي على البلغه اللي تصنعت باليد، اي زاد الباروك يخدم خدمته باليد، باليد هذيك علاش اللي تراو فيه حاجه معناها ما تلقاوهاش في البلايص الكل، تلقاوها عنده البصمه نتاعو هو. أي. حاجه اخرى حبيت نقول، اخلطوا علينا في الباج نتاعنا لمتنا التونسيه، خاطر عندنا هداري بشوفوهم اليوم في الليل، صحيح، مع فؤاد ومع وليد ومع اسكندر، ما كنتش تلقاوهم هنا في حصتنا، صحيح، باش تلقاو عندنا هداري اخرى ان شاء الله في الباج مع بالحسن الورغي اللي ما كنتش تشوفوهم لهنا، صحيح. صورنا وكواليسنا وجونا على الباج نتاعنا لمتنا التونسيه. وحيده معاكم اليوم في السهريه؟ وحيده اي معاكم اليوم وحيده، وحيدة. معناتها كان انا ليه؟ ماذا بينا كان تكون معنا؟ علاش؟ لا 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 مش نغضب كيما ولي، لا وليد ريت وليدك مش غالي، لا عمل فيا اوك حصرته في المقصوره، اما غشك خايب، لا نبهت عليه غضب وقالك معاش مطيب، سامحوا وعلى ايامي شكون باش يعمل لي الشيخ داوود، سامحوا زعما سامحوا، والله على خاطري والله على خاطري اليوم اي برا خرجوا برا برا اليوم بالله، اليوم بالله سايبوه وليد، سايبوه اختاروه هو ما عادش باش يتكولف، وعدني قال لي ما عادش نتكولف، وقال لي قول له ما عادش يكش عليا زاد هكاك. باهي باهي ما عادش يكش عليا. هاي اي سيدي البلغه وقتاش دخلت لنا سي طيب؟ يحرس سيدي محرس. ما زلت مغشش؟ ما زلت كي قلت له سامح؟ يحرس سيدي محرس. هزت خشمك على اخوك الكبير؟ اي اي يرحمنا انا. ولو انتم ما سكتوا فيا. ما هي مش ما عادش تقولف. لا مش جيني تقولف. اجا بوس خوك الكبير، كب على اخوك الكبير واطلب السماح. هاي سيدي. هاي وما صار حتى شيء. هاي. شنو تو؟ شنو هذوما؟ هذوكم بلغات بلاغي 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 اي اي سيدي اي محليك في سيدي رمضان محليك اي سيدي خاص باش تبوسه هو زاده اي بوس خوك زي من الحج اي اسمع مش خاصه ايامي ليه ليه نعرف انا ديما غضبان عليا نعرف اما مش خاصه ايامنا كان كل واحد يعمل كيما واليد هك كل واحد مغشش خوه الكبير ولا الصغير يكب على خوه صحيح كل واحد عنده نكيته كحله يمشي يصفيها صفيها والله شخص ايامنا والله فيها باس شو اسهل شيء من غششت عليه عاركته غضب عليك حتى هو هز خشمه هكا جاي طلب السماء ما صار شيء شو محليك شو اللي صار؟ ما سلف نقصت شيء منه يد ولا ساق
ما فيها باس. لا انا ديما نطيح. يا سيدي. يا سيدي. سيدي طيب. البلغه وقتاش دخلت لتونس؟ فانا عام. اختي ريم. عرفش انا حليت عيني نلقاها البلغه. اي. نلقى بابا يخدم فيها. اي. وخلطت على جدي يخدم فيها. هكا. اي. وانا صغير. وانت تو اليوم عمرك 80 سنه يا خويا. الحمد لله. هكا. الحمد لله. اما ما نجمش نسال وانا صغير نسال بابا نقول له كيفاش خدمتوها ولا وقتاش فانا عام جات. اما على جد الجد. معناها اي ماني يقضي كيفاش كانت السوق بالغزيه هذه علاش قلت لكم حاجه نقول لك عليها قولي المر المر تعرفوا المر نعرفوا اي نهج المر هذاك السوق بالغزيه اللي كان اول ما اللي تاسس السوق سوق بالغزيه هو في المر في المر باهي المر وين كالفحامه تو اخر المر قد قالت كي تدخل باب ناره واخر المر كان فما غاديك زوز قواس اي اي يا اخي مش مازالوا فما قوس منهم مازال القواس تاع باب ناره تحكي في المر قد فماش قواس ما عادش نحاوهم نحاوهم تحكي على باب ناره تو كان نعم تحكي على قواس تاع باب ناره اللي كانوا اللي طاح لا هو باب ناره انا خلطت عليه خلطت عليه اي نعرف قبل وين تو الدروج هذيك وين الدروج كان ايه المهم تو احنا ايه كان سوق بلغزيه وبعد نقلوا للمدينه ايه به والبلغه الزمنيه شكون كان يلبسها العيان ولا عامة الناس؟ لا لا عامة الناس عامة الناس يلبسوا البلغه ايه؟ علاش العيان ايش يلبسوا؟ العيان يلبس صباط بالجزمه العيان ايه؟ خاطر الاكثريتهم يخدموا تحت فرنسا اي وما كانتش الشعب التونسي الباقي الكل حرفيين الكل ما كانتش تعب في الساقه تو انا كراها البلغه واطيه تو الطب نتاع تو يقول لك ما عادش تلبس الواطيه رقيين ولينا شويه هكا عليه كانت الناس الساقين مخشل بشويه كانت صحاح ناس صحاح اما اختي ريم شويه ديليكات تو انا باش نسالوا سؤال وباش تسمعش باش يجاوبك باهي كيفاش كنتوا تخدموا سيدي الطيب انتوما كيفاش كنتوا تخدموا يا اخي تخدموا سيزونيي تخدموا بالصيف في الشتاء كيفاش خدمتكم كنا نخدموا شعب الامين باه هذا بالامين اي امين تاع صنعاء اي ما نجمش واحد يدخل الصنعاء كيما انت تو باش تاخذ سي بي ولا بروفي لونسينمون مويان ولا حاجه يلزم واحد رقيب باش يجي يعطيك نوت اللي انت كيما احنا نقولوا يلزم واحد يعطيك الشهاده هذاك الامين اسمه هذاك الامين ايه؟ امين يعطيك الشهاده امين تاع صنعاء هذيك ايه؟ والبلغاجي ما يولي بلغاجي الا ما يخدمها جوج كازيت يخدمها من اللي فصل ايه؟ حتى لين يعلقها ايه؟ هذاك تسمى بلغاجي ايه؟ اما الاخرين عندهم مصطلحات اخرى ايه؟ قلفه كيما مثلا قلفه يقولوا قلفه ايه على شنو هي القلفه؟ قلفه اللي قلفة مش صانع خياط يسمى قلف ايوه ماهوش معلق مش معلق كيما الشاشيه راهي اي كيما الشاشيه معناتها يلزم اللي يبدا اللي يوفى اما انا فما سؤال اللي نشدك عليه ايوه تخدموا انتوما البلاغجيه بكري كيفاش كانوا يخدموا؟ يخدموا الاربع فصول اعطيني ايوه ايوه هذه ديما كل صنعة فيها اربع فصول اي راه كل صنعة الزابوس الشاشيه البلغه الصباط اللي تحب كلهم عندهم اربع فصول. باهي. وربي هكا جعل الدنيا أي. الفصول الاربعه. اي. الباجا والشمال عندهم بلغه خاصه نتاعهم. اي. علاش بلغه خاصه نص تقريجه يقول. نص تقريجه. اي. هذه هي البلغه. اي. الساحل الاولاني مش الساحل الكبير كما القلعه كما الدوير سوسه. اي. دوير سوسه الكل يلبسوا المقرج. اي. محفور برشا اذا مقرش. تهبط توصل للجنوب من زرزيس الى تطاوين عندهم المسرح. اي. خاطر المسرح شنو هو؟ بون تعريضه. عندي برشا قوالب انواع هذه الكل عندي. توا عندك؟ ها؟ توا عندك؟ يطلبوها التوانسه توا يطلبوها يعرفوها ويطلبوها ولا عندك للتاريخ معناها؟ لا عندي برشا ناس كما قلت لك ليفينمون اللي عملناه في دار نصر. جاوا كلهم صوروا. ايه شنو اللي فما هزيت زادة لدار الأسر مهزيت وعملوا هكا شوية ديكومنتير كما يقولوا وشيخونا كثر خير بحالة اغزلي هذي هنا فرقناها حسب الفصول طويكا حسب الجهات أنا حبيت نعرف البلغة الزمنية تتخدم كما البلغة هذي هي هذي توا ربيبتها تتسمى حلو هذي تتسمى ربيبتها حلو حلو حاب اقول هذا التصغير نتاع البلغه كيما الريحيه
اي الريحيه وريها لنا سيدي الطيب هذيك الريحيه هذه الريحيه اي هذه علاش احنا خيطناها بدنا على خاطر هذه مش مطلوبه برشا اي امام يجي ولا شيخ نتاع اللي الماموم ولا حاجه يجي ترهزها شويه للكاميرا اي مره في الخمس سنين يجي اخو بلغه اي اش ولينا هذه نتاع لبسه تايم تامرا ولينا طورنا وعملنا النعال هذايا وخيطناه كما خيطوا هذه اه هاي آه. مخيطه اي فهمتني ايوه هاي مخيطه ايوه هذه نخيطوها بالمقلوب اي وبعد نقلبوها ايوه نخيطوها هكا على برا ما عليناش اي ما حبتش مثال هكا تتخيط اي وهاي تظهر من هنا حب نقول ناخذوا اللحمه نتاع النعال ونخيطوه مع التي هذه للخرجه هذه الخرجة أي. هذه متى تو بالنسبة لعصرنا هذا ليه نحكي قبل هذه متى الخرج هذه كم متى الخرج والريحية اللي كنت ورينا فيها هذه كم متى الدار متى دار متى دار فعلا متى دار بيه ومتى الجامع هاي متى الجامع هذه يا ريتها هذه متى الريحية أما القاع متاعها من هذي تبدأ كلها سوب لي سوب لي معناها أهون هلغسلهم من الناس بلغة الدار اسمها الريحي الريحي بلغة الجامع الريحي الريحية كيف آما في عوض من لوطة تلقاها خشينة من لوطة تلقاها كيما الجلد الفوقاني بالضبط بالضبط وبلغة الخرجة هي اللي عنا ذيك ذيك اللي يخرجوا بها عال. لكن توا شو اللي نقص منها علاش كنا كان بابا مثلا طول عمره يلبس البلغة علاش هذه توا ما عادش يخرجوا بها خاطر أنا قلت لك الطفل ايوه على ذكر الطفل اعطيني حكايه الطفل أيه؟ وعلاش هي تشد ريت هذايا ما في ما حد شيء فما شيء حطوا في الراسه كما نقولوا والسلام أيه؟ عليكم تبقى أيه؟ حاجه خفيفه ولكن احنا كنا قبل هذا نعملوا بالطفل كيفاش تعملوا بالطفل كيفاش طيب الطفل يا سيدي الطفل كان الطين نتاعك يعملوا منه فخار لا 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 الطين الطين ايوه علاش نقولوا طفل هو أيه؟ هو تو اللي الكل جاي من الطفل الطفل صحيح نبلوه نفخوه من غدوة كان عشنا نخدموه بيدينا يولي عجينة نبزعوا الماك اللي صبيناه من الأول باش يتنفخ اللي فاضل يتبزع ويولي عجينة كي تعملوا بيديك يولي عجينة يولي سلس يولي يخدم نجيو بصباعنا هكا تشقوا بحداك تهز وتحط الطفل هنا عليه ها عليه ها وجيك تحط تروف اي وبعد فعم فراشة كامل تتخيط عليها هذيك ياخذها هو به تقعد هي مبلولة تتقلب ونحطوها في القوالب ونشيحوها وقت تشيح هي هذيك البلغة هكا الطفل هذاك صب الماء من هنا وعلقها إجا من غدا تلقى الماء اللي صبيته تلقاه آه. في حكمة في حكمة لا تقول لي لم ترصبت لا تقول لي لا دخل الماء دخل لي الماء شفت حتى كي شو شو نسبتري على قاعدة يا خويا كيمشي بالشارع الماء ما يدخلوش خاطر الطفل هذاك العازل اي ناس بكري على قواعدهم صراحه والله والله محليهم هي شنو الخدمه اي حرفه حرفه وغرام هذه خدمه حنا نقولوا خدمه باش انسان ياكل الخبز اما هي حرفه وغرام اللي مش الناس الكل يعملوها بغرام توا ولاو يصنعوها قبل شنو الالوان اللي كانت موجوده شنو كانوا الالوان اللي يلبسوها قبل عندنا الجلد كهو كهو والجلد هذايا ما يمرض توا يمرض هذايا راهو اي هذا يخلف اي علاش خاطر ولات مواد كيماويه عليه بكري كيفاش كان في ناس دباغين كانوا المدابغ الكل غديك اي خرجوهم قالوا لا حزام تونس وحاجة. والله هما لا ريت واحد منهم مات تحت المياه دباغ الكل راه في الشتاء الشاتي يهبط في الاحواض اللوطه في الماء بارد يلبس يتحزم بشكاره ويدخل يقلب الجلد والدباغ نتاعنا كان قشور رمان اللحاء القشور تاع الاشجار اللي نتاع الدباغ هذيك وحشاكم نزازه نتاع الكلب شكاير تبدا على كل حال كان كل شيء بقواعده وكان كل شيء بفنونه اي وربي يبارك لنا فيكم انتم البركه راكم ولولا انتم ما يخلط لنا هذا وما نسمعوه ان شاء الله تجيب حذيه مره اخرى وتزيد الهدره تجبد هدره والحكايه تجبد حكايه والله لا تقطع لنا عاده في تونس البيئة انا باش خليك مع ضيفك هو سمحني اختي ريم الوقت ما عادش عنا شويه ايه
كيف باش كنتوا تلصقوا الكول؟ الكول ماهوش الكول نتاعنا توا، باش كنتوا تلصقوا عم طيب؟ نلصقوا بالفارينة، نقولوا باستا، كلمة اسبانيورية هي قديمة نحل الباستا، لا باتا. اي كنا هذا ريتو باش يلصق التيج مع البطان هذا بالباستا هذيك فارينة نطيبوها كي العصيدة نتاعنا قد قد شوية ملح ونطيبوها وندهنوا بها البطان ونلصقوا الجلد وفا وقت اللي يشيح ما إذا كان باش تحلوا يا يتقطع هذا يتقطع له خاطر جلد طبيعي تراه توا تركح عليه ولا ما تركحش عليه الفرينه مستحيل تركح عليه معناها الفرشه متفل ولصق الفرينه وهذه البلغه التونسيه الزمنيه يا جماعه هذه عوايدنا هذه بلادنا هذا تراثنا هذا مخزوننا ومازال قالك اليوم عنا الشيخ داود ان شاء الله هو لا محاله كل ما نمشي له يطردني من كوجين ترى ويقول لي ما نحبش انا زوز وثلاثه من الناس معايا في الكسكسي اليوم كملت تزين جمله واحده يا خويا وفاتك وما تغشش بربي تغش علي هكا ضحيكه بربي ما تغشش علي كملت سيدي هكا كملت ما شاء الله عليك يا عيش معناها تتكلم وطيب وكل شيء فرد وقت اي نتكلم وطيب شويه على الفستق برك حسابه بلا فلوس هذاك معناها بالطرف بالطرف يسلم كاس سيدي خويا اي ولو ماك تستحفظ عليها بالطرف بالطرف شو يقدر يحط فيك يا لور لورته نتاع البارح اللي نوريت نحي منها فيك يا على كاستك الكل هيا لله هاي 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 هاو الشيخ داود ترى خلينا نعمل كنترول كل يوم نعمل عليك كنترول هيا شوف باهي اي يا سيدي اي وين ويني الكريمه هذايا المسفوف لوطان هذا المسفوف اي وهذه الطبقه البيضه هذيك الكريمه مش الكريمه الرغيده شنو هي الرغيده عاد الرغيده هي نوع من الكريمه الطيب بلاش عظم وتنحي لها العظم باش تبدا اخف ولا شنو ما تطيبش بالعظم باه كيفاش تطيب الرغيده اعطيني انشي قداه انشي وحليب وسكر قداه انشي قداه حليب قداه سكر انا بالعين نكاي امان جهرب والله دخل امان كل شيء تسرقه كنت وباش نتهدد بعد فقتنا في المباشر كل شيء تسرقه ما نحبش انا نحبه يخرج هو ديما مش لازم ليه توا انت يا اخي نانا يرحمها ما حكيتلكش على الحكايه نتاعها اما قالت لي نانا اش قالت حدثتني على الماكل الكل وقالت لي وياك تعطي سرك لا احكي لها على القصة على الأقل هذه فيها خرافة يا للا ما تحبش تسمعها اقعد هاي اعطيني القصة وبعد اعطيني رسيت من يختك باهي قصة الشيخ داود هاي هذايا بكري البي كان قبل في كرتاج في المرسى في حمام لمس قصورات غادي ولا في بارتو يهبط ليتختم الحديث النبوي الشريف خاطر في تونس عندنا ليتختم الحديث النبوي الشريف يهبط باش يختم واهل الحاضره اهل المدينه يضيفوه اهل المدينه يسميهم هم الحاضره الحاضره هي تونس اسمها الحاضره اسمها الحاضره اهل المدينه يضيفوه وين يضيفوه في قصر حموده باشا اللي توا الوزارة الأولى. إي. باهي. كل واحد اش يجيب؟ بالطبيعة البي عنده ناسه. إي. أنت جيب كذا، وأنت جيب كذا، وأنت جيب كذا. فهمت؟ وهو على شكون يرضى؟ والناس تتجرى عطيها ترضي البي. تجيب الناس الماكل للبي. نهارتها بالصدفة طاح الحلو الحلويات اللي مش يحلي بها البي تحت عند الشيخ داود. شكون الشيخ داود؟ الشيخ داود هذايا مخازني عنده المخازن نتاع تونس. اي روح المرت ويجري يا مراه قال لها الحلو دبر راسك كيفاش باش تعمل لي؟ اخر وقت انا ما نجمش نعمل حتى شيء. اي والمراه التونسيه ماك تعرف تبارك الله عليها. اي من لا شيء تخلق شيء. يعطيك الصحه عندها في راسها. ماله؟ قالت له ما نجمش قالها تصرف خليها وخرج. اي ونعرفوا بكري ديار العيان كانوا يخبيوا المكسرات والفواكه الجافة دار العيان ومش دار العيان الخير كان بزايد ناس بكري كانوا يبيعوا ويقول لك بجاه ربي يقعد يتعشى وهو مش مطيب عشاء مش وعلى الناس الكل بربي لا ما هذاك الواقع نتاعنا اي مثال انا نعرف هكا الناس اللي عاش في بيت عاشوا خمسة وستة
وفما اللي عاش مترفه في دار كبيرة. لا نقصد أنا يا وليد حتى اللي عاش في خمسة وستة تلقى المرأة متركة نحويجا بالحق متركة لا مسكيناش مش تركة مش تركة شوية حمص شوية فول شوية كل حاجة وحاجتها وكل قدير وقدره كما لي الحكاية المفيد الشيخ داود أمشى على روحه مرته قامت خذت المسفوف فورته وبعد حمرته يتحمر على خاطر هو فين يتحمر في القلية ولا في الكوش؟ يتحمر في القلية باش ما يسيبش الماء متاعه باش الكريمة والمسفوف ما يتخلطوش الحاصل خلطته وقدته وشدت عملت طبقة مسفوف بالدقلة والزبيب وجات عملت طبقة فاكية وبعد رشت المكسرات اللي هو الفستق واللوز والبندق وكذا كذا هز هو هك الماكلة هذيك وبدا ياكل قال واش اسم هالماكلة ذي الشيخ داود ما سمعوش في باله قال له اش اسمك قال الشيخ داود قال والله الله عليك يا الله 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 أول مرة نسمع حكايتها الشيخ داود أول مرة نسمع حكايتها أتو نرجع نذكروا بها من بعد إن شاء الله باهي اليوم وحيدة باش تاخذ فيا باي جرتك انت عليك خاطر مقبليك تقول لي رانا حاضرين روبورتاج حضرناه على رؤول جورنو اللي كان يحفل لنا محفلنا الكل وعريسنا واللي كان في الكافي شانتا كان موجود رؤول جورنو موجود اتو سيف يزيد عاد يجيب لنا عليه الاسرار الكل رؤول جورنو يقعد في الذاكره التونسيه يقعد من الفنانين الكبار من العمالقه الاسامي الكبيره نشوفوه في الروبورتاج هذايا وانا راجعين باش نحكيو اليوم على الفنان التونسي رؤول جورنو اللي غنى وألف العديد من الأغاني الفولكلورية التونسية اللي يستعملوها الناس في الأفراح يا قلوب ليس فرجن والكعكة غديتها تولد في جانفي 1911 في تونس تشهر وتألق في آخر العشرينات وحقق شهرة في تونس وخارجها تميز باهتمامه بالطبوع التونسية في التلحين والأداء في 1965 مشى لفرنسا باش يقيم فيها أما مقطعش مع تونس وبقى يشارك في برشا مهرجانات كيما كارتاج وسوسة والحمامات وبنزرت وحلق الويد سلمت أنا فيك يا بلادي يا بلاد أحبابي وأجدادي أرضك جنة اخلعوا بنا أرضك جنة اخلعوا بنا يا ناري يا ناري علي من أشهر أغاني بنات الصحراء والتعليلة قد هقعد علم في الدم عينيتها يا قلوب ليس فرجن والكعكة غديتها هاي سيدي مرحبا بكم مرة أخرى نفرحوا ياسر كي تبدأوا معانا في هاللمة ذي لمتنا تكبر وتحلى بكم انتوما كي راهو توينسا كل معانا محليكم ومحلى لي كومونتيغ نتاعكم يزيدوا فينا الشطر الحقيقة ونحس رواحنا من نهار لنهار الكلنا الفريق الكل من الإخراج للفريق التقني للمنشطين أميرة فخفيخ نادي الكنزاري أنا نحس رواحنا قدام مسؤولية أنه إن شاء الله يا ربي نخلطوا لكم الجو ذي على كل حال من قلوبنا نحبوا نخلطوه إن شاء الله يخلط سيف ديل كيف مرحبا جبت شتا وجيت اليوم الدنيا باردة باردة بردت رجعت بردت وزدنا شيخنا بالرياحة تبارك شيخنا الأخ الكريم رؤول جورنو من الفنانين الكبار اللي احنا قعدنا نعرفوا عليهم كان التعليلة وانت شو باش سمعنا عليه اليوم انا بإجاز يعني التوقيت ما عادش فما توقيت يسمح باش نحكيوا عليه بصفه شامله رؤول جورنو نعتبره من اذكى المطربين التوانسة هو تونسي المنبت يهودي الديانه الدين لله والوطن للجميع الجاليه هذه اليهوديه اللي اعطت برشا للفن في تونس كي نقولوا حبيب بمسي كان نقولوا الويزه التونسيه اللي عارفه تبقى غني على رياح البرة كي نقولوا رتيبه الشاميه اخت فليفله الشاميه اللي هي ام المطربه هنا راشد هنا راشده اللي كانت العمود الفقري للرشيديه واللي خرجت وزيحت نوعا ما معناها بوجود صليحه وصوت صليحه يعني وهي تقريبا كيما لورد داكاش في المشرق
ملحنه ومطربه بالاساس وملحنه بالاساس يا هاجره والامور هذيك والجو واغاني رشيديه هي اللي اعطتهم رونق خاص وتمكنها من الطبوع التونسيه. نفس الشيء بالنسبه راول جورنو اللي هو متمكن من الطبوع التونسيه ميلاده تقريبا عام 1911 نقولوا نهار 18 جانفي وفاته كانت نهار 22 نوفمبر 2001 هو اخر حفله عملها عام 1993 وغادر تونس عام 1965 مش عام 1968 بعده بشويه غادر موسى ميمون تزرب ياسر تواريخ مش هديت فيهم شيء وقتاش غادر تونس غادر تونس عام 1965 وقت اللي هما يقولوا اللي هو غادر تونس عام غادر تونس عام 1965 بعده هو عام 68 غادر موريس ميمون اللي هو عشيره اللي هو عشيره اللي هو صاحبه. وعلاش غادر معناها شنو ما عادش لقي راحته في تونس ولا خرجوا فما معناها لمست انه يخرج لبرا حاب يعمل سيديات وحاب يعرف وين مشاك خرج مشى لفرنسا باريس تحديدا موريس ميمون زاد كيف موريس ميمون اللي هو اكثر حب وتعطش للفن التونسي اللي هو في تونس معروف موريس ميمون كي مشى لفرنسا ما عادش يحب اسم موريس ميمون ولا يحب كلمه موريس التونسي موريس التونسي اي معناها فمش حتى فنان فمش حتى شخصيه تونسيه مشيت لتونس مشى من تونس لباريس معاون هشام موريس معاون هشام الجورنو وهذا موجود ومثبت يعني كانوا يعاونوا برشا تونسه بشكل كبير برشا حتى انه ورد الجزائريه هو عرف بالصدقة ثريا غادي ورد الجزائريه اللي ورد الفتوكي بنت الحاج الفتوكي مش الفتوكي يعني تعلمت اصول الغناء على الطريق الصدقة ثريا هذا ورد الجزائريه اي تعلمت تعلمت على الصدقة ثريا في ريستورون تام تام تاع بوها تاع الحاج الفتوكي شفت يعني نرجع حاجات ما نسمعوهمش وديما نقراو معناها النقص في روايحنا بارابور للمشرق وقت اللي انا اليوم نسمع اللي ورد الجزائريه تعلمت على صدق ثريا هي صغيره صدق ثريا هو علامه في ريستورون بوها معروفه الحكايه يعني في ريستورون بوها في ريستورون تام تام يعني الحاج الفتوكي هاي نرجعوا نرجعوا راول جورنو باش نعطيك حاجه بسيطه هو تعامل مع عمر رياني تعامل مع مختار كمون على مستوى التاليف الكلمات لكن تعامل زاد مع محمود بورقيبه محمود بورقيبه اللي تعامل معاه لازم يكون ذكي صدق ثريا ذكي يعني كي يكتب لك كلمات يقول لك مثلا بعثتي ريشه تطير كي تقول بعثت ريشة تير تير نجم تكون عنده كان ريش ولا الفلوكة تسبح تنجم الفلوكة تسبح تصور فلوكة في الصحراء الفلوكة تنجم تكون كان تسبح يعني يركزوا يلعبوا على الألفاظ على الكلام اللعب على الكلام هو زاد ركز على الكلام تلقى على الجحفة تلقى يا المحفل ريتوش خديجة تلقى متلحفة تلقى الحاجات اللي قعدت في الذاكرة التونسية هي مطهر يا المطهر فمش واحد لندن يا المحفل ريتوش خديجة ايامي كي كنا في الحب سويا البارح نحن بالغنجة نحلم بالغنجة أي. والغنجة ممر علي والله أيوة. يعني كيف مش بينا لصدق ثريا وصدق ثريا خصوا له ان شاء الله حصه خصوا له حصه وحبيب مسيكا خصوا له حصه ابن القيروان وحبيب مسيكا زيادة وسيدي احمد خير الدين ان شاء الله أي. يكون معناها قريب نواصلوا مع انه بدا في الطبوع التونسيه القديمه معناها مشى للحاجات القديمه ومش هالذبه اخذها كما هي وقدمها كما هي مطهر يا مطهر يعني في كل تور باش تسمع مطهر يا مطهر مطهر يا مطهر بالطبيعه وفي حتى اشياء دينيه رام الجيل اليهودي غنيت حتى اغاني دينيه راه على سيدي محرز وغنيت مثلا كلمه الحباب وجيت من كل قبيله اي اي حتى يا قابله اي ويديني يا قابله يسوسيه ويديني محلالي فرحوا يعني مشى في الاغاني اللي باش تبقى حتى بعد وفاته وتوفى عام 2001 معناها صالحه لكل مكان وزمان ولعبوا على الكلمه البسيطه على الكلمه التونسيه هو تويكا يقول لك شبي ناس بكري كانوا يغنيوا كلام بسيط يخشوا كانوا يقولوا جيبوا لي الاحباب قلبي وجعني مثلا ذي غدت السوليف بالغنجه الغنجه ممو عيني يا محفل ريتوش خديجه يا محفل ريتوش خديجه تاع راؤول جورنو يا محفل ريتوش خديجه اللي تو تعملت اللي فزدوه ريبريز اللي فزدوه انا رافزته يعني كي تبقى بصوته هو متمكن من العروبي فماش مثلا فما حد مثلا تو كي نقولوا الشيخ العفريت يا ناس هملت اللي هي الطالعه نتاعها عروبي خذيه حتى راول جورنو يغنيوا مع بعض ممكن يتمشيو اما يغنيها واحد اخر ليه انا جمهور صحيح هاي سيدي انا باش نسمعكم شويه حضره هات موافقين موافقين نسمعكم شويه حضره خلينا نبدلوا الجو خلي وليدي يكمل يطرب وشخنا بالبخور يعمر شاشيته شخنا بالبخور اليوم شخنا بالبخور الحمد لله البخور قبيلك ما حبش نتكلم انا ريحه البارحه عاود لنا اليوم تاع الكانون كل يوم يشعل الكانون حكم علينا طيب كان على الكانون الله غالب طيب كان على الكانون وعلى البابو ايه هاي
اطلع غرب الفسطح. في بالك اليوم ساعة يشعر في الكانون ما حبش يشعل له، عمل لها فيه باش مات. قالت له رجع للكانون. من غرب أما نعمل أنا ماشي. مغروم سلة سلة. يحب السلة سلة. سيف الدين الكيف يعطيك صحة، كل مرة تجيب لنا واحد من العريقة نتاعنا في الفن اللي زهينا واللي حمد لله عندنا تاريخ. شمامة ونمشيو البطة. بطة نتاع ليبيا. بطة هذه كانت تشترط أنه يلزمها كاليس. اسمع خليهم الحكايه الكل عاد ما نحرقوهمش. انا جايينهم ان شاء الله في نمتنا التونسيه الحذره، وبعدها باش نحكيو شويه مع الطبيبه ونختموا كالعاده مع شيخنا سفيان الشريف. مرحبا بكم مرة أخرى، جينا للركن المسلسل الحقيقة أمي لطيفة، وهي خبيرة معناها دولية في الأعشاب تحضر فيه معنا. واليوم قلنا الدكاترة زاد عندهم ما يقولوا، خاطر العالم أجمع اليوم يمن بالمداوات بالأعشاب الطبية. والدكتورة اللي بحضنا اليوم تعرفوها معايا في الصحة والناس هي دكتورة تجميل، ولكن عندها الكاسكيت نتاع الفيتوثيرابيست. زاد نطرح في الحومة. كيما الكاسكيت نتاع جينيراليست. عليك تقوى الله، ما قلتلوش عندك درجة سكيت، خليت بيبا تتكلم. قلت له ولا ما قلتلوش؟ دكتورة خولة جبيري مرحبا بك. عايشك وبيك. نورتنا لله. عايشك، رمضانكم مبروك. جونا جو رمضان. ما احلاها اللمة. عايشك. واللمة تحلى بكم انتم راهو بضيوفنا، بيك بوليد بفؤاد بكل ضيف يدخل هنا للاستوديو، لو انتم معناتها ملي الدار تو. ما احلاها. في الصحة والناس نحكيوا برشا طب تجميل، اليوم حبينا نرجعوا للغوسيت غوميغ، معناها الوصفات الزمنية اللي كانوا يعملوها الناس بكري، وكان يبدا الوجه ضاوي هكا يعمل، وكانت التجاعيد تبدا اقل. يكبروا ترى عليهم التجاعيد. النظارة موجودة. أما تقعد الوجه يقعد فيها كلام النظارة اللي تحكي عليها أنت. هي محليها لمتنا ومحليها بالحق العادات التونسية. وميتنا قبل كانوا يعرفوا برشا حاجات على طريق التجربة. اللي بعد العلم أثبت كونها معناتها حاجات ياسر صحيحة وتعطي نجاعة كبيرة. احنا توا في سيدي رمضان. عندنا شوية تقلقات في الوجه نتاعنا، مناش ما نشربوش برشا الماء، ناكلو برشا مقلي، ناكلو برشا حلو، هذا الكل يخلف أكسدة على الوجه نتاعنا. دونك احنا شنو باش نعطيو؟ باش نعطيو حاجة اللي باش تخلف هالنقص هذايا، باش تخلي النظارة ديما موجودة، وموجودة في عاداتنا الزمنية. توا كي نقولوا الوقاية هذايا شنو فما في الغلة؟ فما برشا فخيس. الغلة برشا فخيس. هكا ولات محليه سلاطة، أما زيد نجمو نستعملوه لنظارة الوجه. الفخيس. الفخيس. علاش؟ خاطر فيه برشا فيتامين سي، فيه برشا حاجات اللي هي تجي ضد الأكسدة هكا اللي تتركد تترسب فوق الوجه نتاعك. دونك ساهل برشا، ناخذوا 7 كعبات فخيس. دونك نخلطوهم في الميكسور نتاعنا.
شنو نزيدوهم؟ نزيدوهم طفل الابيض اللي هو زاد موجود. موجود تو هكا ولي كان يستعملوا برشا ناس بكري طفل الابيض. تحت اكزاكتومون يستعملوا الابيض والاسمر. اما الابيض المراهيبي علاش؟ باش ينظف لنا. هما كانوا يستعملوا لك الطفل لكحه اللي يسموهم الاحمر للشعر وللبدن. ويستعملوا الاخضر للوجه. أي. ويستعملوا الابيض للوجه. صحيح. والابيض علاش؟ باش ينظف ويعطي هكا النظر. صحيح. دونك كي تاخذ 7 كعبات فخيز زيد معاهم غرفه اكل غرفه قهوه سامحني الطفل الابيض. زيد معاهم غرفه قهوه عسل وش خير من العسل يغذي وان ميم طون مضاد الاكسده تعطيك الصحه وبه للتجاعيد ونزيدوا معاهم غرفه صغيره قهوه افوكا. دونك هوني تكون غذيت البشره نتاعك معناتها تخلصت ماكل الاكسده اللي موجوده بالارجيل بالطفل الابيض نظفتها غذيتها وان ميم طون عملت فيها النظاره وهكيكا هكا رسيت زمنيه وهذا العلم اثبتوا معناها انت كفيتو ثيرابوت تقول العلم اثبتوا يعطيك الصحه ونجموا نزيدوا زاده في الفيتو زوز قطرات من زيت الخزيمه زيت الروحي نتاع الخزيمه وهكا تكون فريمون وصفه كامله باش نحيا كالنقص اللي كان موجود وان ميم طون تقعد ديما محليها معناتها فيها نظام. انا حبيت نقول لك زاده مبروك على خاطر لو ريكولو خذيت فيه الكفاءه معناها شات الكفاءه. اي عايشه دونك اليوم نحكيو على طب عام اوغوكيلو نحكيو على فيتوثيرابي مداويه بالاعشاب وطب تجميل وما شاء الله معناتها مشهود لك هذاك علاش انا نقول لك برافو 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 محلي العبد اللي ديما القدام ما يغزرش التالي ديما يقدم اللي يطلع جديد يقراه واللي يطلع جديد ياخذ فيه شهاده دونك اليوم هذه رستنا الزمنيه اللي باش تعطيها لنا اوكي محلي الزمني نتاعنا اما جيت باش نعطيكم حاجه صغيره حبوا زمني برك احنا قطك يا بنتي هكا الطب يعملوا كتريفات الكواتشو في 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 وذناهم ويسمعوا في الشيطان يوسوسلهم وانت تجيبهم لا 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 خليها تختم اي احنا الزمني محلي لكن لازم نعملوه برشا مرات باش يعطي نتيجه اي خاطر الفيتوثيرابي لازمها وقت باش تعطي نتيجه احنا نعطيكم حاجه ما اسرع واللي تكون ناجعه اكثر اللي هي موجوده في طب التجميل اللي احنا في بقعد باش نعطوا حاجات من برا باش نزرقوهم لداخل مشات بيه من برا باش نزرقوهم لداخل مشات بيه باش نزرقو في الوجه لازم تجيب لك على طب التجميل عندك الحق دكتوره في التجميل والله عندك الحق بيسالش اخذتك طبيبه في التجميل اختم باش تختم شنو يعمل باش تنصح في بقعد تعمل هذوكم الكل ايه؟ ولا للي ما ينجمش لا ميزوثيرابي اللي هي التداوي بالابير الدقيقه أكيد سهل برشا ما في حتى شيء النقص اللي موجود في البشره الكل احنا نزرقوه لها من داخل فيتامينات الفيتامينات اللي عنده الدسا اللي عنده الحبوب اللي عنده وتوكل بتاه يسالش كمل خالص فهمت اللي عنده الغلاشمو باهيه برشا تغذي البشره تعطيك النظاره ايميدياتمون تنقحيك النقص نتاع الفيتامينات اللي موجوده وفما برشا حاجات اخرى وتو نحكيو عليها شكرا ليك دكتوره ريبورتاج الصبحه خليه يحكي على روحه كما يحب وحيده ريبورتاج للصبحه راهي ما تحبنيش نتكلم عايشه قلبي ريبورتاج الصبحه تعبتوه الكوليكا شنو هو ميسالش نمشي ريبورتاج الصبحه وانا راجعي ما جاوبتوش باش نمشيو للريبورتاج ربي يعمل حنشوفوا صناعه الصبحه الزمنيه كيفاش صباح في المخرطة بصفة عامة مرحبا بكم في المحل نتاعي إن شاء الله رمضانكم مبروك ربي يحييكم الأنفال والله أنا تعلمت على الوالد إن شاء الله ربي يطول في أنفاسه وكنت نقرأ هنا في العلوية وفي الجديد ونجيب حذاه باش ما نخرجش في الشارع تعلمتها ومن بعد حتى كي كملت قرايتي وكملت التصرف أنا جيت لهنا وشديت الحانوت خاطر هو كبر في العمر وما فماش شكون يخدم أنا الوحيد الموجود في تونس كل نصنع الصباح هكاهو فما حتى مخرطه اخرى مخرطه ما يخدموش الصباح يخدموا حاجات نتاع لوح نتاع بناك نتاع عميان الصباح ما فماش في العالم العربي ما نعرفش بالضبط اما ما ظهر لي كان فما الجزائر والمغرب وليبيا ما فيهمش خاطر ياخذوا من عندي وفما زاد بلدان من افريقيا ياخذوا من عندي اما كان جا عندهم راه ما ياخذوش من هنا هاوش نوريكم تو الانواع نتاع الصباح هذه سبحه قادريه فيها زوج شواهد و99 كعبه هذه معموله من العناب عندنا سبحة تيجانية هذه تسمى عمارة كاملة هيك مركبة من عظم ملوح فيها 5 شواهد هذه طريقة تيجانية موجودة وعندنا سيد إبراهيم الرياحي ببسويقة
عنا هذه كلها عنا بلون واحد. اللي في رقبتي هذه ما كان ما عندهاش عندها 150 سنة. العمل حتى الكعب نتاعها حتى الحاب القدامية خضرا. هذه أنا ما مشيتش للحجة، ما كل واحد نعرفه قريب يمشي الحجة نعطيها له يهز حجاجة ويرجع حالي. وما تنحتش من كرومتي، كانش كي نبدا باش نعمل دوش ولا حاجة. مستبيخ بها. هذه الهرجمة نتاع البقري هذه عوضنا بها العاج، قبل كان موجود العاج، العاج تو ما عادش ولا ديسبونيبل ولا صايب جيبانه. العظم هذا شفتوه القصبة هذه نتاع بعد ما ياكلوا اللبلابي ناخذوا ونقصوه ويتربع هكا بالقدومة، خدمة عربي باليد باش ينجم يدخل في الماكينة يولي كيما هكا ويتخدم كل شيء. يتخدم مسبح، يتخدم باس نتاع الدخان، يتخدم باس نتاع شيشه، يتخدم دين نتاع مراوح، يتخدم باكيتات كلاسي عكس وبهم، يتخدم كل شيء. شرق زاده يعملوا فيهم الكولي برشا نساء ولو مغرومين بهم. اللوح نتاع اللي يتعمل منه السبحه عندنا مثال العناب هذايا، عندنا الزيتون هذاك الابيض، عندنا اليبنوز هذا لك حل هكا. عندنا هذا سرداوي يتسمى، عندنا هذا كوك، البنوز هذا يجي من فيقا يسمى بوادبان، معروف يعملوا منه سيليزان سريمون نتاع الموسيقى خاطر ما يرجعش الصوم ما يسويش. تقام الالات الموسيقيه الثمينه كلها نتاع معموله من البنوز. وعندنا الموبيليا نتاع البي معموله في المتحف برضه معموله من البنوز. الخيوط عندنا الخيط هذا نخدموا به السبحه، هذا يتبرم باليد يتعمل هذا يولي على ثمانيه خيوط وحسب اللون اللي يحب عليه الحريف. عندنا الاخضر الاكحل الاحمر الالوان الكل موجوده، اما يتخدم بالبرمان ويتعمل كل واحد ايش يحب اللون نتاع السبحه نتاعك ايش يحب الخيط نتاعها. السبحه نحن عندنا اقل نوع ب 7000 واكثر نوع ما عندها السوم، خدمنا سبحه فما حتى توصل برشا، توصل حتى مليون، فما كهرمان يوصل مليون السبحه. يجوني المشايخ الكل يجوني خاصه في رمضان، اللي باش يصلح يصلح واللي باش يطلع جديد يطلع موجوده. جاني نهارات الشيخ نتاع تاع سيدي بالحسن زاد باش يعدي كوماندا تاع الصباح باش يهديها ومراوح زاد يجوني خاصه في الوقت هذا في العواشر هذا يتحرك شويه خدمه. المراوح انواع واشكال، فما اللي نعملوهم هكا، فما اللي نعملوهم هكا، فما اللي اليد نتاعها تبدا كلها لوح، فما اللي تبدا مخلطه بالعظم في الوسط، فما اللي تبدا يبنوز، فما اللي تبدا مشترى عظم مشترى لوح. انت والحريف كيفاش يحبها وقداش يقدر عليها زاد. عندنا المروحه الاخر اللي باش نقولها للشباب واللي يحب اللقمه البارده ما يحبش يخدم، راهي صاحب صنعه خير من صاحب قلعه، يقولها له بالفم مليان، راهو الصنعه راهي ما تخليش مولاه. شكرا الوحيد الغربي في العمل الصحفي اسكندر البيبي في التركيب. وحيد اعطيني شكون معاك في خبيته الكوندكتور. تاها تاها يا سي صحه. اه يا سيدي باش نخليو الكلمه للشيخ، احنا نستبركوا بجيته وبدخلته. سيدي الشيخ هاكا كل قبل المغرب يجينا. اي اما قبل سيدي الشيخ انا مش نعطي حويجه بركه، اللي هي عملنا سلطه قناريه وعملنا تورت ماش. تورت ماش ما تقولوش عليه حتى كلمه باش نحكيو عليه في لما عملنا تورت ماش وسلطه قناريه وعملت لا اله الا الله طاجين ورقه. طاجين ورقه خاطر خويا كان نهار عملت له طاجين ورقه وحب يعاود. اي وعملت مربز بالكرعي.
اللهم صل على النبي كلها زمنية ماكلة الكل زمنية. واليوم هذا يا الشيخ داود اللي حكينا لكم حكايته للسهرية واللي حكينا لكم حكايته وكيفاش دخل على البي وكيفاش ولا اسمه الشيخ داود. تحبوا تعرفوا حكاية الشيخ داود اللي خلط علينا تو؟ ارجعوا الباج بتاعنا لمتنا تونسية باش تلقاو حكاية الشيخ داود هو والبي وعلاش اليوم ولينا المسفوف هذا نسميوه الشيخ داود. شكرا ليك يعطيك صحة. عايش كيلي. يعطيك صحة عايش. وليد ديما منورنا والله ومزهينا ومضحكنا. لا لا اي خرجت من دا ما يحسبوك انت هكاك في الدنيا هاكا ديما في الاخر تخرج لهم من دور الحاج كلوف. خويا فؤاد ربي يعز على المتفرجين ان شاء الله. يا سيدي جايتكم عزيزة وغالية طبعا. ربي يخليك سيدي الشيخ نستبركوا ديما بيك وين ليك كلمة تراني نقولها باش نقعدوا نقولها وفي كل لما نقولها هزوا يديكم من ربي بالدعاء ترجع مجابة بإذن الله السميع العليم. شيخنا يقول وإحنا نقولوا آمين. صباح الخير شهية طيبة بسلامة الناس كل. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم بك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا مجيب السائلين وآخر دعوانا أن الحمد